السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات تذاكر كأس العالم فيفا قطر 2022. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل متابعين قناتي يوميات شهد العموري وكل من يرانا بهذا الفيديو. انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات تذاكر كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تقوم على إسباقية الشراء وتستمر حتى نهاية المونديال يوم 13 ديسمبر كانون الأول المقبل. وستتوفر تذاكر مباريات بجميع فئات الأسعار الأربعة، في حين يقتصر بيع تذاكر الفئة الرابعة على المقيمين في دولة قطر. وسيحصل الجمهور على فرصة شراء 6 تذاكر لكل مباراة و60 تذكرة للبطولة بأكملها. ويذكرهم الحصول على بطاقة هيئة الرقمية بعد إلزاميا لشراء التذاكر وحضور مباريات المونديال. هذا آخر الأخبار بالنسبة للتذاكر كأس العالم. نعجبكم هذا الفيديو، أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.